عايز بيتزا طفل وطنين طعمية بصراحة. شكرا. مش تحاسب؟ بتقول انا حاسب؟ لك شعب اخوي. انت حاسب. متمدش ايدك. انت عايز تتصوى. بالراحة. انت بتضربه ليه؟ انا قلت لك حاسب. سيب التيشيرت بتاعي. التيشيرت لا. التيشيرت لا. اوعى. انت بتضرب ليه؟ ايوه ايوه كده هي دي النظافه. يلا فرش المفرش. حاضر. يلا. ايه ده؟ ايه ده يا نادر؟ مين اللي عمل فيك كده؟ العيال اللي بره اللي بتلعب كوره دي. يعني هم مين اللي ضربوك عشان اقدر انزل اجيب لك حقك؟ اتنيل دول كتير وكلهم ضربوني. كلهم؟ طب كنت اجري يا اخي. اجري ايه بس؟ ده انا يا دوب خبطوا الكرة في كيس الفول. بقول لهم مش تحاسبوا زي ما انت شايفة كده. معلش تعيش وتتضرب. بصوا بقى لازم افهمكم على حاجة. طبيعة الناس دي غير اللي انتم متعودين عليها خالص. على فكرة العيال دي لازم تقف على حدها. بينا يا رجالة. استني بس يا معلمة ممكن تطلعي بره تتخطفي وما عرفتيش طريق. ايه ده؟ هو في هنا خطف؟ انا بقول يا نادر الطيب احسن. والمسامح كريم يا اخي. ايوه بصوا هما طيبين وكل حاجه بس يعني مختلفين خالص عن اللي انتم متعودين عليه. بصوا يعني هنتعب شويه قبل ما ناخد على الوضع. ها ناخد على الوضع ايه؟ ده احنا لسه بقالنا ساعه زمن وحصل فيه زي ما انت شايف كده. معلش بكره ان شاء الله ترجعوا احسن من الاول. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للاطفال لا تنسى الاشتراك في القناه والاعجاب بالمقطع.